Hello, and welcome to the news from Bahrain International. I am Mohammed Youssef. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa delivered the speech of the Kingdom of Bahrain before the United Nations General Assembly at the 75th session currently being held in New York. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السيد الرئيس يطيب لنا بدايه ان نهنئكم على انتخابكم رئيسا للجمعيه العامه في دورتها الحاليه متمنين لكم التوفيق والنجاح في اداره اعمالها كما نتوجه بالشكر لرئيسها السابق على جهودها التي بذلها في اداره اعمال الدوره الماضيه وبكل كفاءه واقتدار ويسعدنا ان نشارككم الاحتفال بحلول الذكرى الخامسه والسبعين على تاسيس منظمه الامم المتحده التي ساهمت طوال العقود الماضيه في تكريس التعاون الدولي والمحافظه على السلام العالمي لما فيه خير البشرية جمعاء كما يسرنا هنا أن نشيد بالمساعي الحثيثة لمعالي الأمين العام السيد أنطونيو غوتييرز في تعزيز دور المنظمة في تسوية النزاعات وطرح الحلول والمبادرات من أجل التوصل لنظام عالمي قائما على ترسيخ وحماية حقوق الإنسان وتحقيق أعلى مستويات التنمية على أسس المساواة والمشاركة الكاملة للدول الأعضاء في هذه المنظومة الأممية الرفيعة وتشدد مملكة البحرين في هذا الإطار على تمسكها واحترامها لالتزاماتها الدولية المتمثلة في المحافظة على قوة واستقرار النظام الدولي، واستمرار دوره في تحقيق السلم العام، كما وأننا نشارك الأمم المتحدة رؤيتها الصائبة في التأكيد على أهمية العمل الجماعي الفعال لمواجهة كافة التحديات والأخطار. وفي مقدمتها ما يمر به العالم أجمع من ظروف صعبة وتداعيات قاسية على الحياة الإنسانية وإنجازاتها من جراء انتشار جائحة كوفيد-19. ولقد أثبت هذا التحدي المستجد بأن المجتمع الدولي في حاجة ماسة إلى تنحية الخلافات جانبًا وتقوية مجالات التكاتف الإنساني، لنعمل متحدين في وجه هذه التهديدات الصحية، ولرفع جاهزيتنا المستقبلية للوقاية من مثل هذه المخاطر، وتحصين مجتمعاتنا بالشكل المناسب مشيدين هنا بدعوه الامين العام للامم المتحده الى وقف اطلاق النار في جميع مناطق الصراع في العالم لمواجهه الجائحه وهي دعوه حظيت بقبول عالمي واسع النطاق وعلى هذا الصعيد الهام حرصت مملكه البحرين ومنذ اللحظات الاولى لانتشار الجائحه بمد يد التعاون والتضامن والتنسيق مع دول العالم ومنظماته المختصه كمنظمه الصحه العالميه في مواجهه هذه هذا الظرف الصعب وقد قمنا بتشكيل فريق عمل وطني برئاسه ولي عهدنا لوضع وتنفيذ خطه طوارئ متكامله نتج عنها العديد من التدابير الوطنيه وفق افضل الاجراءات والممارسات الوقائيه والعلاجيه من اجل المحافظه اولا واخيرا على صحه وسلامه المواطنين والمقيمين على حد سواء، آخذين في الاعتبار الحاجة القصوى للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية، التي نعمل جاهدين على تنويع برامجها ومجالاتها الداعمة، حفاظا لرخاء واستقرار شعبنا العزيز، ولعودة سريعة نشهد فيها تعافي اقتصادنا الوطني. وانطلاقًا من حرصنا على أمن واستقرار المنطقة، وتجسيدًا لنهجنا الراسخ في الانفتاح والتعايش مع الجميع، فقد تم الإعلان عن إقامة العلاقات مع إسرائيل في رسالة حضارية تؤكد بأن يدنا ممدودة للسلام، العادل والشامل باعتبار الضمان الافضل لمستقبل شعوب المنطقه جميعا ولعل ما قامت به دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه من خطوه شجاعه لاحياء امل السلام والاستقرار في المنطقه لهي خطوه موفقه ومباركه بالتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل، وبرعاية وجهود من الولايات المتحدة الأمريكية. في مقابل وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، تعزيزًا لفرص السلام، وخفض حدة التوتر، ومنح شعوب المنطقة منطلقًا جديدًا للتفاهم. والتقارب والتعايش السلمي مع الحفاظ على موقفها الثابت تجاه القضيه الفلسطينيه. مشيدين هنا بالجهود المقدره التي بذلتها الولايات المتحده الامريكيه لانجاز هذه الخطوات الاستراتيجيه الهامه. وفي هذا الاطار تدعو مملكه البحرين إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، الذي نعتبره مدخلاً أساسياً لتحقيق السلام العادل والشامل، والمؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادره السلام العربيه من اجل تشكيل مرحله عمل جديده نمد فيها جسور الخير وعلاقات حسن الجوار لبناء وتنميه المصالح المشتركه لدول المنطقه وانها لفرصه طيبه نتوجه فيها من خلال منبركم الهام بتقديرنا الكبير للدور الرائد والعمل الدؤوب للمملكه العربيه السعوديه الشقيقه بقياده اخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، ليس فقط على صعيد ارساء دعائم الامن والسلم في المنطقه والعالم اجمع، وبشكل يراعي مصلحه كافه الاطراف، بل لما تبذله من جهود بارزه ومؤثره خلال رئاستها الحاليه لمجموعه العشرين لصياغه عقد جديد تتحقق فيه امال شعوب العالم في الرخاء والاستقرار مؤكدين هنا على نهج بلادنا بالوقوف مع الشقيقه الكبرى صفا واحدا في جميع المواقع وفي كافه الظروف ولا يفوتنا كذلك ان نعرب عن مساندتنا التامه للجهود المتواصله لجمهوريه مصر العربيه الشقيقه في ترسيخ الامن والاستقرار الاقليمي ولمساعيها السلميه الجاده التي كان اخيرها وليس اخرها مبادره اخينا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي منحت الأمل للشعب الليبي الشقيق لمواجهة وصد التدخلات الخارجية والإسهام في إعادة بناء مقدرات دول المنطقة من منطلق دور مصر الرائد في حماية وصون الأمن القومي العربي سيد الرئيس الحضور الكريم ان نجاح المجتمعات وازدهارها مقرون باستتباب الامن والاستقرار فيها وهذا ما انتهجته مملكه البحرين على الدوام وتؤكد كدوله فاعله ضمن مجتمعها الدول الاكبر على ضروره تسريع الجهود من اجل تحقيق ازدهارنا الانساني من خلال تقويه مجالات التضامن والتوافق تحت مظله الاهداف العالميه التي التزمنا بها منذ تاسيس هذا الصرح العريق والذي نبارك لانفسنا معكم بذكرى تاسيسه لانطلاقه متجدده في هذه اللحظه الفاصله من تاريخنا المعاصر ونحن فخورون بدورنا في ذلك وملتزمون بدعمنا للأمم المتحدة لبلوغ وجهتنا المنشودة من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب وإعادة بناء جسور الثقة والمحبة وصولا لعالم أكثر أمنا واستقرارا وسلاما شكرا سيد الرئيس as alaykum wa rahmatullahi The Minister of Education Dr. Majid Al-Na'imi participated in a meeting of education ministers from across the Arab world which was held virtually to discuss the prospects of developing education. The meeting was chaired by Saudi Arabia's Minister of Education and was attended by the Secretary General of the Arab League. The minister adopted a document on the development of education in the Arab world as prepared by the Arab Parliament as a guiding document to increase the quality of education to become more competitive internationally through the use of technology and modern means of communication. Naimi affirmed that education will remain the cornerstone of the processes of development, bridging the gap between the world's countries and affirming the principles of the Arab people. The minister said that Bahrain prioritizes the field of education through funding, training, equal access for boys and girls, and the adoption of the latest technology. The minister called for the formation of experts from across the Arab world to study the adoption document and affirmed that the importance of the role of the UNESCO King Hamad bin Isa Al Khalifa Prize for the use of ICT in education and developing the field. The Minister of Health Far Saleh chaired the second meeting this year of the National Committee to Combat Chronic Non-Communicable Diseases, which was held virtually with all committee members. The committee discussed a proposal to establish a national registry of cholesterol patients. This aims to reinforce and support medical studies, research, and action plans that ensure the necessary follow-up and the latest advanced treatments in favor of diagnosing and treating lipid imbalance and high cholesterol. The meeting reviewed the latest developments in the health Cities program in the GCC and the results of the Healthy Mall project under the supervision and follow-up of the Health Promotion Department. The meeting also discussed a summary of the final results of the study of investing the, in the in prevention of the non-communicable diseases in Bahrain. The Ministry of Health said today that the number of coronavirus cases reached 6,666, with 750 recoveries and 612 registered new cases. 111 of the new registered cases are expatriates, 497 are contacts of active cases, and 4 are travel related. The Ministry urges everyone to adhere to the rules, follow instructions, and avoid public places when possible. The ISA Cultural Center held a joint cultural symposium titled Bahrain-Saudi Relations Through Local Historical Documents, which was organized by the center remotely in cooperation with the King Abdulaziz Foundation for Research and Archives in Riyadh in celebration of the 90th Saudi National Day. The Deputy Chairman of the Board of Trustees of the center, Dr. Sheikh Khalid bin Khalifa al-Khalifa, presented a valuable collection of local historical documents owned by the center, which reflect the deep-rooted Bahraini-Saudi historical relations and their social and political depth. The documents were correspondence between the late Emir Hassan, Sheikh Isa bin Ali Al Khalifa, and the late Custodian of the Two Holy Mosques, King Abdul Aziz Al Saud. The correspondence dates back to 1913 until 1927 and were of a fraternal and formal nature, which reflect the familial nature of relations between the two leaderships. Dr. Talal al-Traifi stated that the recent period has witnessed several political events that showcase the unity of the two leaderships and the belief in the unity of destiny. He underscored the development of brotherly relations between Bahrain and Saudi Arabia, affirming that the highlight of the previous period is the development of diplomatic and political relations between the two countries. The King Hamad Global Center for Peaceful Coexistence organized a virtual conference on the margins of the 75th United Nations General Assembly in coordination with This is Bahrain under the title Why Religious Freedom is Vital for Peace, the Kingdom of Bahrain as a Historical Case. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa praised ongoing efforts to spread Bahrain's message of peace, tolerance, and coexistence. The participants affirmed that the King Hamad Center is taking unprecedented steps toward presenting the Bahraini model to the world. The second deputy chairwoman of the center's board and the president of This Is Bahrain, Betsy Matheson, said that religious freedom is among the most important aspects of human rights. She affirmed that Bahrain represents a successful model in this regard, thanks to the vision of His Majesty the King and his firm belief in these principles. The Associate Executive Vice President of the New York Board of Rabbis, Diana Gerson, said the peace is a result of divine inspiration, mutual love, and respect among all, and affirmed that Bahrain represents a positive model in the peace and coexistence. The representative of the International Baha'i Council, Bani Dugal, said that peace, along with ending all forms of oppression, are inevitable. While the rabbi of Paris, Moshe Lewin, and Father Brian McGowney of New York said that Bahrain represents a modern example of religious coexistence that should be followed across the world. Deputy Chairman of the Albanian Cultural Center, Kokkaj Tahar, said that justice and peace cannot exist without freedom and that one does not have to be religious in order to be free. He highlighted the Bahraini example and his contributions in this field, which he said demonstrates how the principle of human rights can be upheld. Reverend William Devlin also said that Bahrain represents a role model in religious freedom and coexistence, which should be followed by other countries. The CEO of the Interfaith Dialogue in New York, Chloe Pryor, also affirmed the importance of the Bahraini example. His Majesty, the King of Bahrain, Bahrain has been very generous in opening uh, his kingdom for religious tolerance, though I don't like the word tolerance. There is mutual respect, love, love for the other, appreciation for other ways and paths. Leading to one truth, one reality. And His Majesty of Bahrain has recognized this and he has uh, opened his kingdom for people of all faiths to practice, preach uh, their own faiths there. And this sort of uh, broad mindedness or uh, the just thing to do prevails in many parts of the world. Of course, it is not in many other parts of the world. So then in 2019, when I visited Bahrain, um, to be able to visit so many different places of worship. For example, we went to, uh, on my visit, um, I went to the, uh, the National Evangelical Church, which was founded in 1893. 1893 is when you had a church in Bahrain. And so, and then you had St. Christopher's, which was 1950s and then you went to the um, sri krishna hindu temple which was there for 200 years and then you have a population of 1.5 million and then you've got over 600 registered uh, shia mosques i visited uh, I uh, to, uh, to working with everyone of course on this call and to deepening our relationship uh, most importantly to do hakarata tov betsy if you will on behalf of rabbi hir and myself to his majesty two words thank you and um, you don't have to ask me whether or not uh, the capital of bahrain and that center should be the epicenter for further peace moves not only between arabs and jews but globally uh, it's just a natural landing uh, site and i think as soon as people get off the plane and see the society around them it'll inspire them to do a little better as part of the second political awareness program, the Bahrain Institute for Political Development organized an electronic lecture titled Citizenship and Digital Citizenship Rights and Duties, presented by the director of the Anti-Cyber Crime Directorate, Colonel Ahmed Saad Ramehi. Topic including the concept of digital citizenship, methods of promoting good digital citizenship, the correct use of modern technology and social networking sites in a positive and influential manner, digital legal responsibility and penal procedures for actions, actions and words under Bahraini law, and the rights and freedoms enjoyed by everyone in the world were all discussed during the lecture. The program, in its second edition, covered several topics and spread awareness and political culture in the community. It was aimed at promoting the importance of positive participation, rights, and duties as a foundation for development and the value of citizenship and constructive dialogue.